هو شو خليك في حرامك، انا بقول لك حاجه، خليك في حرامك والله تدفع الثمن، اقسم بالله تحرم. اما الرزق، لا حول ولا قوه، ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، مو انا اللي قايله، مو الشيخ وليد قاله، محمد بن عبد الله كما في مسند احمد قال ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ذنب واحد يا شيخ خالد، ما قال ذنوب، واحد. ادم بايش نزل من الجنه؟ بايش؟ اكله واحده بس، ضاعت عليه الجنه وضاعت على ذريته باكله. فانت قاعد تجادلني في ايش؟ هذه طالعة قاعدة تتبرج ومبسوطة وفرحانة أني كل إني طالع فيها، أنت كم واحد طالع فيك؟ كل واحد فيه ذنب، شوف الذنوب والمسامير اللي جات في جسمك. الله وجتني عين يا شيخ، وجاني سرطان يا شيخ، من تبرجك، من بعدك عن الله عز وجل، تخبطتنا الشياطين يا شيخ، السحر وقع علينا، طيب بعدنا عن الله عز وجل، إقبالنا على المعصية، سماعنا للغناء، إحنا قاعدين نتكلم معاك ومو عاجبك كلامنا، لما يقع الفاس في الرأس يا شيخ الله يخليك. الله يخليك، انا ايش اسوي في نفسي؟ تساقط شعري، راح وجهي، صار فيني كذا، بعدك عن الله هو السبب. حبيبي انت يا من يشاهدني من الشباب، احنا ما قلنا لك لا تلعب كوره، يا اخي العب كوره وشارك في الدوري والعب واستمتع، لكن مو هذه حياتك. الله أكبر. والله مو هذه حياتك، اقصر الناس حياه في الحياه الان في المجال الرياضي اللاعبين، يبدا سنه سنتين وبعدين انتهى، مع انه شهره واعلام والى اخره، لكن انتهى. لكن شوف امام الحرم يموت وما زال مذكور. الله. شوف العالم عبد العزيز بن باز يموت من عام 1420 والى الان ذكره. شوف ابن تيميه في القرن السابع، في القرن السابع وما زلنا نقرا مؤلفاته ونستدل بما قاله ابن تيميه. شوف ابن القيم، شوف الاثرات، شوف البصمات، كن مميز، بس مو بالكدش، مو بالسلاسل، مو بالأساور، مو بالقصير، لا، كن مميز بشيء ثاني، تكون مميز عند الله عز وجل. إيش أعظم من أن الله عز وجل لما يتكلم فينادي يا جبريل فيستجيب جبريل لنداء ربي، قال إني أحب فلان، أحب فلان، طيب إيش؟ قال وبصيغة الأمر، قال فأحبه فيحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب كل أهل السماء. من في أهل السماء يا شيخ خالد؟ أنا وأنت؟ لا، عباد لم يعصون الله طرفة عين، سجدا كل أربعة أصابع إلا ملك ساجد، يطوفون بالبيت المعمور 70,000 كل يوم، فما يعودون إلى يوم القيامة ويجعل له القبول في الأرض. هذه المحبة، هذه المتعة، هذه الراحة. لا، لما تطيع الله عز وجل ابشر بالعافية في بدنك، الله، والصحة في قلبك، الله، والنور في وجهك، والرزق وإن عسر عليك. حتى بعض الناس ممكن الآن يقول الشيخ قاعد يتكلم مو فقير، والله إنه فيه من الفقراء من عنده من الغنى في قلبه والرضا بالله عز وجل لا يمكن أبدا. أدخل عليه وهو مصاب بالسرطان وبيموت وقلوا له طباء ترى أنت في ساعاتك الأخيرة، كان الساعة تقول 1-2، لما أدخل عليه أقول كيف تجدك؟ قال الحمد لله. أنت تحسب هذه سهلة؟ الله أكبر. والله مو سهلة. أسأل الله ينفع بما قلنا. آمين. وأعتذر على